في الأستاذ الدكتور أحمد فرهود، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية واستشاري المخ والأعصاب بألمانيا والمعالج للكابتن محمود الخطيب بالمستشفى الملكي بالإسكندرية. دكتور أحمد أهلا بيك. أهلا أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للباشمهندس عادل. مساء الخير يا دكتور، ونعلم إن كان في الكابتن الخطيب الليلة بيخضع لعناية خاصة من حضرتك وفريقك الطبي، طمنا عليه. هو الكابتن محمود بقى كان في السنوات الأخيرة تعرض لكذا مشكلة في العمود الفقري، سواء في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية، لكن هي الفقرات القطنية هي اللي كانت المشكلة الأبرز في الفترة الأخيرة. هو كان أجرى في السابق 3 عمليات انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية في خلال فترة مثلا حوالي 7 سنوات أو حاجة، فطبعا ده كان فيه إجهاد شديد على الفقرات. آخر العمليات دي كان أجراها في ميونخ في ألمانيا من حوالي 1.5 أو 2 سنين تقريبا، وتم محاولة استئصال الانزلاق الغضروفي المرتجع عن طريق المنظار الجراحي. المرتجع يعني هو عملها ورجع تاني؟ ده هو عملها 3 مرات قبل كده. بعد العملية الأخيرة هو بعدها بكام شهر تواصل معايا وقال لي إن هو الآلام رجعت له تاني، وفعلا قام بإجراء بعض الأشعاعات وأثبتت وجود انزلاق غضروفي جديد في نفس المنطقة اللي كانت فيها العملية. فطبعا نصحناه وقتها كفريق طبي بالراحة وإجراء بعض العلاج الطبيعي ولتجنب إن احنا نخش في، وده مش هيحصل، عملية جراحية جديدة في حالة الخطيب مش هيحصل، لا هيرتاح ولا هيعمل ثيرابي. هو فعلا هو المشكلة إن هو من خلال متابعتي لحالة الكابتن محمود، هي دايما المشكلة إنها كل ما بقول له إن الموضوع محتاج راحة بيبقى الرد واحد إن أنا ما بقدرش أغيب عن النادي اليومين دول. فطبعا هو بيتحامل على نفسه الى اقصى درجه، لحد ما شفته من حوالي 2 أسبوع كان هو الخبير الالماني اللي اجرى له جراحه في المخ كان ضيف عندنا هنا في اسكندريه، فهو جالنا وفوجئت انا والدكتور هيلموت بتلامفي الجراح المخ والاعصاب الالماني الشهير. الحقيقه لما شفناه لقيناه متحامل على نفسه جدا وبيعاني من الام شديده في الساقه اليمنى وفي الظهر، وبالرغم من ان هو كان بياخد جرعات مسكنات عاليه لكن مش مستجيب. فنصحناه برضه بالراحه وبان هو اجراء حقن موضعي لجذور الاعصاب، لان ده نوع من تسكين الالم المؤقت كمرحله اخيره قبل التدخل الجراحي. لكن برضه هو للاسف يعني ما التزمش بحته الراحه دي، وكان عنده يعني حاجات كتيره في النادي ملتزم ان هو لازم يتواجد فيها، فاجهد نفسه جدا لحد بقى الألم اصبحت غير محتمله. فالنهارده جالنا في المستشفى الملكي في اسكندريه، وقمنا كفريق طبي يعني مع الدكتور زميلي الدكتور احمد ربيع استشاري علاج الالم، ومع الاستشاري التخدير الدكتور عاطف شنوده، عملنا حقن لجذور الاعصاب المتاثره يعني عنده في منطقه الفقرات القطنيه، وكنوع من تخفيف الالم. ونصحته بقى نصيحه يعني ارجو ان هو يلتزم بيها المره دي. اسمع حذرته يا دكتور، تحذيري يعني مش نصيحه بقى. لان احنا كده تقريبا استنفذنا كل طرق العلاج، ما فيش قدامنا غير لو الامور يعني تفاقمت لا قدر الله اكتر من كده هيبقى تدخل جراحي رابع. وفي منطقه الفقرات القطنيه التدخل الجراحي يعني متكرر ده مش مستحب وبتكون له اثار على المدى البعيد. فحاولنا قدر الامكان النهارده ان احنا يعني نوضح له خطوره ان هو بيفضل يتحمل على نفسه لاقصى درجه، لانه ده ممكن ياذيه على المدى البعيد طبيا. ونصحته ان هو لازم يكون في فتره راحه لا تقل عن 3 أسابيع يتجنب فيها اي ضغوط واي مجهودات عضليه واي انفعالات، عشان حتى مش يعني هيوقف جلسات العلاج الطبيعي مؤقتا
وبعد كده بنبتدي نعمل له برنامج تدريجي ان شاء الله للعلاج الطبيعي لما الحاله تستقر ان شاء الله. دكتور فرهود، في مرحله ما كان هناك نصائح بانه يعمل دعامات معدنيه ومسامير وهو كان مش حابب هذا، هل هو ده العلاج الناجع ولا كان في مرحله ما هو ده العلاج وفات معاده؟ هو طبعا دي اراء جراحيه وتقييم للحاله في مدارس طبيه مختلفه، لكن طبعا في احتمال كبير بالنسبه للانزلاقات الغضروفيه المتكرره، عشان بقى المريض ما يضطرش ان هو كل فتره نضطر نتدخل جراحيا، فبيتم ازاله الغضروف تماما جراحيا في الفقرات المتاثره، وبعد ازاله الغضروف لازم بنركب بقى مكانه ما يسمى بالقفص او الدعامه لتثبيت الفقرات، مع وضع مسامير معدنيه بطريقه معينه لمنع تحرك الفقرات في المنطقه المصابه. فبيبقى بنسميها احنا عمليه تثبيت فقرات، دي مختلفه عن عمليات الانزلاق الغضروفي. طبعا ده احتمال وارد بالنسبه لواحد بيعمل تدخل جراحي للمره الرابعه، فده احتمال وارد بشده. لا، لكن هو اهم حاجه، هل ده علاج ناجع ونسبه الامان فيه عاليه ولا يعني مصدر مخاوف؟ هو يعتبر علاج ناجع طبعا، بس هو برضه متطلب، ويمكن ده اللي كان السبب اللي الكابتن محمود يعني ما كانش ميال للنوع ده من العلاج، ان هو متطلب ان هو لازم هيبقى فيه بعديه فتره راحه طويله لحين حدوث التئام عظمي كامل، ودي ما بيحصلش غير في فتره شهرين. فطبعا الكابتن محمود ما كانش محبذ ان هو يغيب فتره طويله برضه عن النادي وعن مسؤولياته في النادي، اللي هي بالنسبه له يعني اولويه قصوى. لكن يعني المره دي الثلاث اسابيع دي مساله ما فيهاش حل. لا، دي ما لهاش حل، لان هو زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي استنفذنا كل طرق العلاج التحفظي، سواء علاج دوائي او علاج طبيعي، ودلوقتي عملنا حقن للفقرات والجذور العصبيه. نعمل ان شاء الله ده يريحه مؤقتا. هو بعد الحقن مباشره يعني كان حاسس ان هو الالام احسن بنسبه كبيره، لكن طبعا انا حذرته ان لو رجع لنفس المجهود اللي كان بيعمله الحاله ممكن تسوقه، وفي الحاله دي ما قدمناش غير التدخل الجراحي. هل عنده احتماليه سفر لالمانيا تاني ولا الوضع ايه؟ والله احنا بنقيم الحاله، يعني طبعا الاحتمال موجود، بس يعني انا مش عارف اسبق الاحداث، يعني احنا بنقيم استجابته للعلاج ونامل ان العلاج التحفظي يجيب نتيجه معاه، لان زي ما بقول لحضرتك الجراحه الرابعه في منطقه الفقرات القطنيه مش مستحبه، ما بنعملهاش الا في حالات الضروره يعني. فنرجو ان احنا ما نوصلش لهذه المرحله. مش مستحبة على اساس فيها مخاطر طبيه مش كده؟ فيها طبعا مخاطر طبيه، لكن هي مش صعبه ومش مستحيله، هي اجراء بنلجأ له، بس ما بنلجألوش الا بعد استنفاذ جميع الطرق العلاجيه الاخرى يعني. اللي مشروطه بالراحه. يبقى الراحه جزء اساسي من العلاج. يبقى لازم يبقى في فرمان في هذا الامر بالراحه التامه. ونشكرك. هل لا زال الكابتن في المستشفى الملكي يا دكتور؟ هو يعني على وشك ان هو يخرج ان شاء الله، هو يعني هو لا زال في المستشفى وان شاء الله هيخرج يعني الليله ان شاء الله، هو يعني ممكن يخرج من المستشفى. يعني لا زال تحت الملاحظه معايا حاليا؟ لا زال تحت الملاحظه الطبيه. دكتور شاكرين حضرتك جدا على هذا الايضاح.